أهلا بحضراتكم في هذه التغطية. نجحت مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان السائلة بنسبة 100%، وذلك بحسب رابطة مراكز تجميع الألبان السائلة التي كشفت في تقرير سابق عن وجود فائض في منتجات الجبن والألبان، نظرا لزيادة كميات الإنتاج التي تجاوزت 7.5 مليون طن ألبان سنويا. لكن مع ارتفاع أسعار الأعلاف تحركت الألبان إلى مستويات قياسية اقتربت من 40 جنيه لكيلو اللبن البقري. خلال الساعات القليلة الماضية كشفت شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية عن هبوط أسعار اللبن السائد في الأسواق بدءا من يوم الجمعة بحوالي 3 جنيهات للمستهلكين في الأسواق المختلفة. يسجل كيلو اللبن البقري السعر روح بين 20 إلى 25 جنيه حسب الجودة. لمزيد من التفاصيل بينضم إلينا هاتفيا الأستاذ حازم البنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية. اهلا بيك استاذ حازم معانا على تلفزيون يوم السابع. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. في البدايه حابين نعرف النهارده كيلو اللبن بكام؟ والله بالنسبه لللبن بيختلف سعر اللبن، طبعا في لبن بقري وفي لبن جاموسي. اللبن البقري بيتراوح سعره من 15 جنيه لغايه 25 جنيه، واللبن الجاموسي بيتراوح سعره من 30 لغايه 40 جنيه. لان طبعا اللبن البقري بيخش في التصنيع، انما اللبن الجاموسي هو اللي بيعتبر بيتشرب يعني او بيستهلك للمستهلك على طول. وطبعا حسب برضو نسبه الدسم بتاعه اللبن، في دسم بيبقى عالي، الدسم عالي بتاعه بيبقى سعره ازيد من الدسم اقل، يعني بيتراوح سعره. بالنسبة للأيام اللي فاتت كانت في ارتفاع كبير في سعر كيلو اللبن، وصل ل40 جنيه، هل ده كان بقري ولا جاموسي؟ بالنسبة للبن الجاموسي مش البقري، اللبن الجاموسي حاجة والبقري، اللبن الجاموسي كان وصل ل40 جنيه بس دلوقتي يعني انخفض سعره طبعا، أقصد الشعوبة انخفض سعر اللبن في 3 جنيه على مستوى يعني على مستوى كل اللبن يعني البقري والجاموسي. فطلع من امبارح يعني من امس رابع سعره 3 جنيه. يعني الكيلو بقى بكام دلوقتي؟ يعني المفروض مثلا اللي هو الاعلى جوده اللي هو 40 جنيه دلوقتي نزل 37، اللي هو كان 35 نزل 33، اللبن البقري نزل من 25 ل 23، نزل اللي هو البنت العالي اللي هو بيتعدى 5.5 بنت، اللبن الاقل منه اللي هو ب 20 اللي هو بيجي 3 بنت بينزل 18 جنيه من 20 ل 17، يعني انخفض كل المستويات كلها 3 جنيه. طيب هل في اسباب معينه لهذا الانخفاض؟ الثاني هيحصل طبعا احنا في رمضان يعني استهلاك ازيد شويه في المنتجات الالبانيه يعني، فطبعا بعد رمضان في انخفاض هيحصل تاني فيه. طيب هو سعر اللبن بس هو اللي قل ولا الجبن بانواعها برضو قلت ازاي؟ طبعا ده طبعا هيتاثر اللي هو طبعا الجبنه هتقل، بس طبعا بتاخد وقت كبير في التصنيع بالذات، لان طبعا الجبنه الجبنات مثلا لو بنتكلم على الجبنه البيضاء بتقعد مراحل التسويه لمده 60 يوم، انما والجبنه بتتراوح التسويه اكثر من 8 شهور ولا حاجه، فطبعا ما تاثرش في الوقت الحالي انما تاثر في المستقبل، الاسعار تنخفض لان طبعا كل ما الانتاج بيطلع واللي يجي يعني جديد هتنزل اسعار الجبنات طبعا. طيب هل متوقع الانخفاض ده يستمر يعني بعد العيد او في خلال الشهرين الجايين؟ طبعا الانخفاض يستمر لان احنا في يعني نعتبر في رمضان لسه يعني في استهلاك زياده في الالبان، فطبعا وفي انخفاض حصل في رمضان ده طبعا بيبقى صعب جدا يعني في رمضان ينخفض الالبان منتجات الالبان. حصل انخفاض فعلا في شهر رمضان يبقى متوقع اللي بعد رمضان هيبقى انخفاض تاني. هو احنا بننتج لبن قد ايه سنويا ونسبه استهلاكنا قد ايه يعني منه؟ لا مفيش عندي مفيش لو بشكل يعني تقريبي يثبت يعني كميات اللبن بالظبط، لانه في تقارير بتقول ان احنا عندنا اكتفاء ذاتي من اللبن فنقدر عندنا
عندنا اكتفاء سيدي طبعا، عندنا اكتفاء اللبن ما فيش يعني، عندنا فائض كمان. وطبعا ده احنا يعني بنعمل ان احنا يعني تصنيع الدولة تدعم المنتجين اللي بيها ناخد المواصفات القياسية الدولية ونقدر نصدر بقى المنتجات. احنا بنصدر فعليا ولا لسه دي خطوات يعني الجاية نقدر نعملها؟ طبعا يعني في لازم يبقى في تحديث وكده، هو اللي بيها في بالنسبه لمنتجات الالبان في بتبقى اشتراطات في المواصفات الاساسيه بتاعتها على اساس تبقى مواصفاتنا زي المواصفات التقليديه اللي بنقدر نصدره. احنا بنصدره للدول العربيه، انما في الدول الاوروبيه يبقى المواصفات بتاعتها اعلى شويه. لكن الاكيد وطبقا للي رصدتوه يعني في شعبه المواد الغذائيه انه اسعار اللبن انخفضت يعني بمعدل 3 جنيه سواء بقى كان جاموسي او بقري، وممكن كمان الانخفاض ده يزيد خلال الايام القليله القادمه حتى بعد العيد يعني. اكيد طبعا، هو مش ممكن، هو اكيد هيبقى انخفاض بعد رمضان. هل في نسبه تقريبيه لهذا الانخفاض؟ ازيد تعتبر 60% مع الايام العاديه. طيب واسباب الانخفاض ده نتيجه لايه؟ نتيجه لانخفاض عدد كبير من السلع في الفتره الحاليه، ولا لانه يعني استهلاك الناس من الالبان هيقل بعد شهر رمضان؟ ما هو الاثنين العاملين يعني مع بعض، يعني هو في ركود شويه في السوق، وفي نفس الوقت كميات الزياده عن المعروض اكثر من الاستهلاك، يعني هو ده اللي بيؤدي لانخفاض السعر. طبعا منتجات الالبان واللبن ده طبعا يعتبر يعني من الحاجات الاساسيه اللي هي معرضه للتلف، يعني ما ينفعش تقعد، يعني طبعا يتحكم فيها العرض والطلب بصوره قويه، لان طبعا سلعه اللبن دي سلعه ما تنفعش يعني تتخزن او حاجه. الأستاذ حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية في الغرف التجارية، بشكرك طبعا يعني على كل هذه المعلومات الهامة، وشكرا على وجودك معنا على تلفزيون اليوم السابق. شكرا لك. شكرا جزيلا يا فندم. ومستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابق. شكرا جزيلا لحضرتك.